إذا حسيت بأعراض المرض أو اكتشفت المرض لا تروح للسوق، العلاج ما تلقاه إلا بمركز الأمراض الصدرية. علاج السل صحيح يحتاج وقت وشوية صبر، بس سهل ومجاني. كل ما بديت بالعلاج أسرع، كل ما وفرت وقت وتعب على نفسك وعائلتك وضمنت الشفاء التام. مركز الأمراض الصدرية يوفر لك الدواء والتعليمات. أخذ دواك كل وقت بوقته، وإذا حسيت بنفسك صرت زين لا تقطع دواك، كمل العلاج. لا تدخن وامنع التدخين بغرفتك. الكمامات تحمي عائلتك والناس اللي حواليك من المرض. المنديل اللي تستخدمه خليه بسلة مسدودة. ابتعد عن الازدحام. التقي أصدقائك بمكان مفتوح. هوي غرفتك، وإذا كنت بسيارة افتح الجام. أني وقفت بوجه المرض وأقدر أحمي غيري من مرضي.